الشكر والامتنان لمؤسسة أمان فلسطين اللي بتقدم لنا هالمساعدات اللي بجد أجت في وقتها. يعني الله بيعلم بالحال. أنا امبارح لما بشرتني الأخت يعني قلت لها الله يبشرك بأنوار النبي. يعني الظروف اللي إحنا بنعاني منها يعني ظروف صعبة 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 جدا. نتوجه بالشكر لكل القائمين على هذه المؤسسة النيرة التي ترسم الطريق لآلاف الفقراء والمحتاجين في قطاع غزة. أقدم بالشكر الجزيل إلى مؤسسة أمان فلسطين على تقديم هذه المساعدة الرمضانية في قدوم شهر رمضان المبارك. بارك الله فيكم. فلسطين على هذه المساعدة، أتمنى منهم أن يستمروا في هذا العطاء.